كوفيد 19، وهي دورة تدريبية لتعليم وتدريب أطباء المصريين على ما هو كل جديد في الحجر الأسود. ونقول إن دول غير مرتبطين ببعض في التحديثات اللي بتحدث في البروتوكول، البروتوكول المصري والبروتوكول المحدث بصفة دورية، والتحديثات اللي تمت في البروتوكول المصري لإضافة بعض الأدوية، لم يتم حذف أي دواء من داخل البروتوكول المصري. تم إضافة بعض الأدوية للحالات المتوسطة وحالات الشديدة لعاصفة السيتوكاين، لكن بأكد تاني لم يتم حذف أي دواء من داخل البروتوكول المصري. الفطر الأسود احنا عندنا حالات اشتباه ضعيفة جدا في مصر، ولا يوجد الحالات المؤكدة لسه، ما فيش اي حالة مؤكدة لم تثبت بالدراسات وجود حالة مؤكدة. تمام. لكن ده يخلي وزارة الصحة المصرية وتعليمات الاستاذ الدكتورة هالة زايد ان احنا نكون دايما سباقين بخطوة، وفي تدريب طبي مستمر لكل اطباءنا على كل ما هو جديد في علاج الكوفيد 19. دربنا اطباءنا على، ندربهم دلوقتي، بنعرفهم ما هو الفطر الأسود، ايه هو سبل التشخيص، ايه هي سبل العلاج. لكن الأهم من كل ده إن خلال الأسبوع اللي فات وزارة الصحة المصرية والست وزيرة والأستاذ الدكتور محمد حسني مساعد وزيرة قيس كان بيعملوا على مدار الساعة إن كل ما هو موجود وهو مقيم على تدريب الأطباء المصريين يكون داخل وزارة الصحة وموجود ومتوفر. فبنأكد المصريين عندنا حالات اشتباه لا توجد خطورة بالفطر الأسود داخل مصر، إنه مرض لا يصيب إلا مرضى نقص المناعة، ومش أي مرضى نقص المناعة، نقص المناعة بدرجة شديدة. لكن بنأكد لهم أدوية متوفرة، أحدث بروتوكولات علاج المستوى العالم متوفرة، لأن ده مش بروتوكول مستحدث، دي خطوط علاج معروفة من قديم الأزل. فالأدوية كلها مهما بلغت تكلفتها موجودة داخل وزارة الصحة المصرية. هل بالظبط هو لا يعدي إلا مرضى نقص المناعة شديد. تغيير للأحسن وتمشيا مع الدولات العالمية ليس لها أي علاقة بالفطر، ودي حاجة بالنسبة لنا لا تمثل لنا أي شيء، وليس لنا أي أرقام تدل على وجود هذا المرض إن إحنا نخاف منه. ما هي نسبتنا إلا نسب كانت موجودة ولا زالت بالنسبة للعالم وبالنسبة للعالم. ما هي مخاطر الإصابة بالفطر الأسود؟ احنا دايما الناس كلها عارفه ان ده احد الفطريات الخطيره شويه اللي ليها ابعاد اخرى متقدمه ليها نسب عاليه من الخطوره. احنا بالنسبه لنا هي النسب اللي عارفينها، النسب العالميه ما عندناش اي مشكله. شديد وبيبتدي ان هو يهاجم الانسان بسبب انتشاره او ظهوره الفتره ديت على مستوى العالم كله، ان احنا الاكثار من استخدام الادويه المثبته للمناعه زي الكورتيزون، وده بيقلل المناعه بتاعت المريض، لان الكورونا في حد ذاتها بتقلل من المناعه كمرض. الادويه الكورتيزون بيقلل المناعه، الامراض المصاحبه لو هو مريض سكر او ضغط بيبقى عنده نقص اصلا في المناعه. فاحنا لو اكثرنا من الكورتيزون بطرق غير سليمه بنقلل المناعه لدرجه اشد كمان، وده بيخلي المرض ده اللي احنا قلنا ان هو مرض انتكاسي، ان هو ممكن يظهر وممكن ان هو يصيب الانسان مريض الكورونا. هنعدل البروتوكول يا فندم بتاع الكورونا ولا ايه؟ تعديل البروتوكول ملوش علاقه بمرض الفطر الاسود، احنا قلنا الكلام ده جوه. احنا هنعدل البروتوكول كتعديل دوري نعمله كل فتره نتيجه الابحاث التكنيكيه السريريه اللي احنا بنشتغلها، او ان هي بتيجي من المصادر الموثوقه. نبتدي ان احنا نعدل البروتوكول بتاعنا التعديل العادي خالص، وليس له علاقه تماما بظهور الفطر الاسود او علاج الفطر الاسود. حيضاف ممكن في البروتوكول، بس تعديل البروتوكول غير مرتبط بظهور الفطر الاسود. هل هناك يعني المرض ده في مصر يا فندم؟ لا، يعني امور احنا زي ما بقول لحضراتكم، احنا لو التزمنا ببروتوكول وزاره الصحه ولم نكسر من كتابه الادويه المثبته للمناعه من الكورتيزون، الموضوع ده هينتهي بسلام من غير ما يبقى فيه اي خسائر ان شاء الله باذن الله. والاماكن اللي هي المرضى موجود فيها اعداد قليله جدا ان شاء الله. بس نناشد الساده مسؤولي الصحه اللي هم بيتعاملوا مع المرضى خارج نطاق بروتوكول وزاره الصحه والسكان، ان احنا نلتزم من جرعات الكورتيزون غير البروتوكول المحدد، عشان نقدر ان احنا نتقي شر المرض دوت. جميع الاطباء يلتزموا بروتوكول وزاره الصحه بالادويه بالجرعات بالكلام ده كله، عشان نقدر نقلل معدلات اصابه المرض.